عندي طبعا انت فاكره فتره المرض بتاعتي، كنت تعبان جدا لدرجه ان انا وصلت ان انا دي اسوأ فتره في حياتك يا سيدي. اسوأ فتره واوحش فتره انا مريت بيها في حياتي كلها. دي كانت قد ايه؟ تقريبا سنتين، سنتين ونص. سنتين. كنت خلاص وصلت لمرحله يأس، اللي هو انا كمان رافض العلاج. يعني انا ما هو العلاج ما بيجيبش نتيجه، انا ما بتحسنش. طب ليه؟ طب اتعالج ليه؟ اتعالج ليه بقى؟ خلاص بقى يا رب خدني بقى وخلاص بقى، يعني انت فاهمه. فوصلت المرحله دي فكنت عايز ابعد هدى والبنات عني، يعني كنت حاسس ان انا هموت فعايز ابعدهم علشان ما يحضروا، يعني ما يتعذبوش، يعني انت فاهمه. فبدات احاول اعمل اي حاجه. كان إيه؟ كان حدث الغده، كان الغده الدرقيه توقفت عن العمل، فبنخليك ما بتحرقش. بقيت 185 كيلو فجأة، ففي ثلاث شهور بقيت 185 كيلو. ده مش ثلاث شهور، ثلاث شهور فجأة وأنا مش فاهم في إيه أصلا. وأنا طول عمري، رغم إن أبويا وأمي الاتنين دكاترة، أنا طول عمري ما بحبش الدكاترة، فمش عايز أروح ومش فاهم في إيه. أعمل ريجيمات ما فيش فايدة برضه. فالمهم فضلت كده لغاية لما إيه، طب قلت طب أبعدها إزاي، فروحت مطلقة. والله بص، أنا لما بقعد أفتكر الحاجات دي دلوقتي بضحك، يعني لأنها كانت الظروف قاسية جدا جدا جدا، وأنا كنت يائس ورامي كل حاجة ومستسلم. ليه؟ اللي هو عايزة تبعد، عايزة تبعد، ما تقاسيش، يعني ما خلاص حاسس بقى خلاص إن أنا رايح بقى. فاللي هو مش عايزة تقعد معايا وتتعذب أكتر ما أنا معذبها أصلا. أنت فاهمة؟ فطلقتها، رفضت إنها تسيب البيت، وفضلت موجودة لغاية لما جالها انهيار عصبي ورحت المستشفى. فاقت لقيتني تحت رجليها ببوس فيها وبعيط وانا اسف. ودي كانت لحظه مهمه جدا في حياتي، اللي خلتني اقول بقى يعني هي عامله كل ده علشان تقف جنبك وتسندك، وانت مش عايز حتى تتحمل مسؤوليه انك تتعالج، يمكن تتعالج وتبقى كويس. فهنا خدت قرار، لا انا هتعالج، احنا مع بعض، وانا هعمل مسؤوليه ايه اللي انت متعلمها ومسؤوليه ايه، لا قوم وفوق. فقررت انت لازم. لا هي فتره يأس بس يا مي، بتحصل لاي حد لما يأس. لما بتقعد ده في اي حاجه. فقررت من هنا بقى ان انا لازم اتعالج وانا هرجع.